حاليا يا جماعه الامر بقى فظيع جدا، والاجيال الجديده بقت بتصدق. يعني ايه؟ يعني حاليا دلوقتي عندنا في مصر اي لاعب بيعمل ماتشين كويسين نقول عليه افضل لاعب في تاريخ مصر. ياه، افضل لاعب في تاريخ مصر؟ ايوه والله، زي ما بقول لك كده، في لاعب حاليا بيعمل كام ماتش كويس فبيقولوا عليه افضل لاعب في تاريخ مصر. احنا ممكن ما نختلفش، ممكن يكون بيلعب كويس ماتشين ثلاثه اربعه، عمل موسم حتى كويس، لكن موسم كويس قياسا على ايه؟ طب ما تيجي نشوف فعلا افضل لاعب في تاريخ مصر. تعالوا نشوف كده مثلا لاعب زي ابو تريكه عمل ايه في موسم 2006. هل في حد عمل زي ابو تريكه مثلا زي اللي عمله في موسم 2006؟ تعالوا نشوف كده ابو تريكه عمل ايه. طيب عمل ايه محليا ابو تريكه في موسم 2006؟ في موسم 2006 مع النادي الاهلي ابو تريكه فاز بالدوري المصري، بكاس مصر، بالسوبر المصري، هداف الدوري المصري ب 18 هدف، جايزة أحسن لاعب في مصر. ده اللي عمله أبو تريكة محليا بس. طيب ندخل بقى على أبو تريكة في البطولات القارية عام 2006، عمل إيه أبو تريكة؟ أقول لك أبو تريكة عمل إيه؟ خد مع النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا، خد كأس السوبر الإفريقي، خد هداف دوري أبطال أفريقيا بثمان أهداف، خد أحسن لاعب داخل أفريقيا، خد أحسن لاعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خد برونزية كأس العالم، خد هداف كاس العالم للأندية. ده اللي عمله أبو تريكة يا جماعة في عام 2006. نخش مع المنتخب مصر، دخل مع منتخب مصر أو خد مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية. ده موسم واحد، مش بقولك تاريخ لاعب، تاريخ كامل للاعب، بقولك في موسم واحد، موسم 2006، ده اللي عمله أبو تريكة. تعرف لاعب عمل حاجات زي كده في موسم واحد؟ تعرف؟ لو تعرف اكتب لي في التعليقات. بتحط نفسك في مواقف بايخة. شكرا لكم.